السلام عليكم، صباح الخير. وتشوري 29 ما بيتش نروح الصباح بعد قلت بون ديرو يخدم على روحه خير. شغل منين داك عبالك تحكمك هذيك الفشله، سورتو كيكون الحال كيما هكا صيف ودي باسي لا تمبيراتور 35 دغري 36. وراني ساكن هنايا في زون كيما نقولو تاع غابة وفيها ناتشورال، فيها لاك كبير غير هنا هدايا يا ربي 10 مينوت، يعني تاع الصح راني باغي نروح نعوم بو ماهمش الويكاند خلص. ايسونسيال باش ندخل في الموضوع اللي هنا بين قوسين، شوف انا ما كان ما دخلني ونتايا اللي راك تشوف الفيديو ولا نتيا ولا انا كذلك ما كان ما دخلني زعما في الاراء تاعك ولا في النظره تاعك للحياه. انا هنا نعطيك كيما نقولوا علم اليقين وحق اليقين ولا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، نعطيك لك ثلاثه تمام. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ثلاثه هذا نعطيهم لك هنايا وتدبر راسك زعما حولهم ولا كونفيرتيهم كيما بغيت. الا تشوفني انا عدو الوطن مثلا هذاك شي شغلك، لكن انا راني نشوف في روحي باللي راني ندينونسي في سيغتان كومبورتمون اللي انا ضد، وهذا زعما من حقي هنايا نقدر نكون معارض. هذا ما يعنيش انه انا نكره البلاد ولا نكره الشعب ولا مي نكون معارض في سيغتان كومبورتمون ولا في سيغتان كا اللي لا اريدهم زعما. المهم ندخل معاك في الموضوع اللي ليه باسكو ديجا دو مينوت راهي فاتت. كنت نخدم في لاغراس في واحد الهوتيل كبير تاع لا تنجم تقولو داخل ديبلاسي بهذوك لي كادي تاع الجولف فاهم، يعني بر يعني فيه حتى الزول داخل، فيه لي بيسين بارتو، فيه دي فيلا دي شالي، فيه عجب في راس جبل. ايوا المعلم هذاك كنت انا حراق هذاك الوقت داير فيا تاع الصح زعما ثقه وكلشي، وعاطيني المفاتح تاع الكومبلكس هذاك باسكو انا كيفاش كنت انا هو الغارديان تاع هذاك الكومبلكس. سي كو العشيه كي يكملوا الخدمه الخدامه وكاع اللي في الريستورون واللي يخدموا الميناج وكل شيء، انا نرقد فما، عندي شومبرا فما عند الدخله، انا اللي نغلق البيبان وانا اللي نتكلف مثلا بالتوريست ثاني اونكا مثلا كش ما يصرى في الليل ولا ايش انا يا توريست خصو تاكسي ولا عرفت كيما هكا يجي نعطي له ولايا نقولو دي ديطاي ولا دي رونسينيومون على الشيء هذا ولا توريسي الحق روطار انا اللي نستقبلو. المهم وصبح اش ندير، انا ما عندي ما ندير، نروح نعطي الماكله اللي زانيمو في الزو هذاك، ومن بعد على 9 ولا 8 ونص نروح لي بيسين نقلع غير هذاك الورق اللي طاحوا تاع الشجره باسكو بزاف غارسين البنان وكل شيء داير بهم والشجره يطيحوا الورق سي نورمال. هيا نقي زعما بهذيك الشبكه هذيك شو انا في ليه. وثاني شنو كنت ندير هذا مكان، ومن بعد لا جورني راني ندور كاش ما كاينه بتي بروبليم ولا شايف على 12 كيجيو لابيسين ثاني نفوت مرة على مرة نفوت بهذاك الفيلي نقولو نقلع كاش نحل طاح ولا دبانة ولا عبسة وخالص، وناكل فما ونشرب فما وكلشي. وكنت نقولو انسان نخبط نشرب الشراب ايا وكان هذاك المعلم تنجم تقول ما عندوش مشكل في الصوالح هادو، يعني قدامو نفتح الفريكو نشري نشرب بيرة ولا نفتح قرعة روج ولا نفتح ما بايش هنايا. أيا واحد اليوم جاتو قرعة تاع فودكا
روسية. قلت له أعطيه هاني ديك القرعة عجبتني منه، ما يقول ما على بالهمش، قال لي ديها. أنا شافي أعطاني هذيك القرعة تاع الفودكا وأعطاني خمس قراعي روج، أعطاني زوج روج نورمال وزوج روج مخلطين بالعسل، عسل حرة كراسي من ميلي عيطول، وأعطاني قرعة تيكوديا، قرعة تيكوديا تاع نصر تلانجي كيما نقولوا في الدوغري تاعها كيما الريكار ولا كيما الويسكي 45 دوغري تشرب ساك كيما نقولوا، هما فما يعالجوا بها دون لو سونس كي نوضوا الصباح يشربوا ان بيتي كويس هكا، يقول لك زعما سي تان ديزانفكتون في الكور تاع سيستم ديجستيف، وكيما حنا العرب نشربوها كيما الماء ليسونسيال. هذيك القرعة تاع الفودكا تلمو اللي عجبتني باسكو القنينة كيما نقولوا، الزجاجة تاعها مطروزة جاية كشغل هكا متحوفة وماشي، عندي واحد صاحبي في البلاد سلم عليه على حلوة على بالون على بالي، قلت نبعثها له يستاهلها والله، ما بغيت نفتحها راك تشوف. ايا دوك تبعث له قرعه تاع فودكا وحدها لا سي با، شريت له نقول للتبناج تاعها وكلشي وصوالح معاها، درتها في كرتونه خلصت عليها وبعتها كولي، وكنت بعث من قبل من لاكريس هنايا بون 3 سيمين ا بري 2 سيمين و دمي يلحقوا صوالح. رواسه من عيطت له ما كاش اشهر ما كاش شهر ونص ما كاش تحير الدوها طلع هذيك الدوها لحقت للمطار باف قلب والله جنق لك فاهم قانون الغابه زعما كل واحد عنده تحبس وقاع يغلبوا دولة فيها دولة كيما نقولوا تاع استبلوا خلاص. ايوا في نفس الوقت كي هبطت انايا للبلاد باش نريق الاموراتي هذه صافي نحكي لك راني نحكوا دروك صافي 7 سنين ولا كي هبطت نوصل للمطار تاع هواري بومدين، فالمطار في قلب المطار يبيع لك في الشراب، دوك تمنعني انا نبعث الشراب من اوروبا قرعه منش بعد قال كرتونه ولا تقول هذا راي بزنس ولا قال عاك هادو تمنعني انا وانت يا في قلب المطار تبيع لي في شراب بارو عنده حرت كي كنت هابط كذلك في ديوتي فري هذيك في المطار هنا في اوروبا شفت واحد بالكوستيم مهم بيان ابي كل شيء يبان قبيلي نفس الشيء في الديوتي فري شراء قدامي شراء واحد الربع قراروش وهبطنا في طيارة اللي يسربوا شراب ثاني في السماء ورمضان صايمين كي جات هذيك وقت الزولار ولا شا تشرب دوموندار روج عطات له كاس روج في رمضان وشاري شفتو كي كان يشرب فات قدامي في لاباف فيري فاولو باجاجو ما قلعوهم لوش فانا علاش كي نبعثها كولي تقلع حالي وتقول لي ممنوع بصح من ديوتي فري فوت نورمال وانت ثاني في قلب المطار تبيع في الشراب يجو هذو ذوك اصحاب الدين هذو مثلا في الكومون تاعنا على بالي بلي نلقاهم يقول لك انت يوم تحشمش وخام مجو بالالا بالالا ها هو مطارك يبيع في الشراب
روح للمطار ودير مظاهرات ولا دير مسيرة ما احتج، ما نبغوش شراب، بيعونا المصاحف والسبحات والقبلات وبيعونا الكعبة بروبورتوكلي. عقام هذا هو تناقض تاع الشعب تاعنا الاستبلي البهلواني، ما يعرفش كاع كيفاش راهو عايش ولا كيفاش راهو يفونكسيوني النظام تاعو. هذا هو البروبليم. نتايا انا تحاسبني وتجيجيني وتجي تبني ولا تقول لي نتايا وانت عامل وداير وفاعل وكل شيء، ما انا الا عبد ضعيف تم. ما يهمش. نرجعوا لزاني 90. واحد من الأقارب التوعي من المقربين كان حارس جمهوري وكان يخدم بزاف في كلوب ديبا. هذه ديها كما نقولوا على رقبته، يخدم في كلوب ديبا في ليزاني 90 نهار اللي كانت الحالة حامية. قال لي يديروا سهرات مثلا في كلوب ديبا، شو ما لقى الحالة كانت عيانة وصعيبة وكما يقول لك سموها العشرية العشرية والمشرية السوداء، الريسانيتيرو في جهة وفي كلوب ديبا الحفلات والزيطات والزليط، ويجيبوا لهم في النساء العاريات من الخارج وكل شيء. يحلف السيد قال لي انا فما حارس جمهوري اساسين باسكو كانوا يدوهم كيما نقولوا رونفور للجدرمية، كانت الحالة حامية كل شيء ويلبسوهم جدرمية وهم حارس جمهوري. سقسي الناس اللي كانت في النظام تعرف في ليزاني 90، باسكو كي تكون كاينة حالة طوارئ كيما هكا الكل يتجند داك تولي كومبا، ما عندهاش عامل كيما نقولوا محدود ولا محدد كيما شفتوها انكم شايفين الحارس البلدي وكان يطلع للجبل ونورمالمون حارس بلدي كيما نقولوا بوليس مينيسيبال وكانوا يطلعوه للجبل يدبر كان باسكو حاله الطوارئ الكل اللي جميع اللي حامل سلاح كانوا حتى هذوك المجندين اللي ماشي مجندين اللي الدولة عطتهم السلاح يقول لهم لي باتريوت يروحوا يسيدوا بيهم، هذوك كانوا يدوهم يبعثوهم مع العسكر رونفور. يحكي لي قال لي الوحده تاع الصباح الزوج تاع الصباح نسكورتو تبع مليح نسكورتو لي شونتور خابطين كاو والرقاصات والعاريات هذوك الفرخات وكل شيء كاو نسكورتوهم حتى لديارهم ولا حتى لوتيل باسكو ما باتوش في كلوب ديبا. نتايا شكون باغي نزيد لك من هذا الشيء تقول لي منا وهذيك هذيك ايبوك وهذيك ايبوك داكور ماشي عندي كذلك انسان من معارف تاعي ما نقولكش عليه مطار في الجدارمية يخدم في عرج ثاني نفس الشيء ويكونفيرمي لي نفس الشيء الى يومنا يورغانيزو حفلات في كلوب ديبا وهو كمطار مكلف بحماية هذا الفاسقين والخمجين. يعني نورمال قال لي نسهروا معاهم كي تلحق الساعة باش يروحوا لديارهم ولا يروحوا للوطن ولا يعني احنا يا نسكرتوا الطلبات تاعهم. هل هو نهار اللي سنيا الكونترا تاعو هذا سنياها باش يحمي البلد ولا باش يسكورتي ولاد الخماج ولاد كيما نقولوا الحركه الحكوميه اللي راهم حاكميكم واللي راهم يدركوا عليكم في الدوله البهلوانيه الاستبليه ومن بعد انايا تولي تشوفوا ياك شغل ايميغري انا ايميغري وانايا ولي حركي وانا حركي ماذا فعلت انا عندما نقارن ما فعله بك هؤلاء السفهاء؟ هذا هو السؤال اللي طرحه كان كي تنعتني وتقول لي نتايا وعدو والوطن وسكوبي ولا وكاع وانا شو راني بطونوبيلتي نقولو على قدها واني خدام في بلاد الناس ونخلص كرايه
ونخلص لي فاكتور تاوعي ونروح نحوس وناكل مليح ونرقد مليح ونتزوج وحياتي نقولوا تسير على خطى صحيحه. انا زعما ماذا فعلت لك من سوء؟ تمام، هل مثلا انا اكلت زعما اموالك ولا يتمت اطفالك ولا جرحت مشاعرك ولا تركتك زعما تعيش في الازبال والاوساخ وكل شيء؟ انا لا ذنب لي، انا صرفت صوالحي وبوجيت، انا ما تلومنيش. لو كان جيت زعما انت انسان منطقي وعندك في راسك، انا ما درت لك والو، شو ما كريتك دراهمك، ما كنت زعما سبب في تعكير مزاجك ولا سبب في زعما تعاستك وفقرك وهذه المشاكل اللي كعيشهم. انا ديجا ني بعيد عليك الاف الكيلومترات. شيء مؤسف على بالك، شيء مؤسف كي تلقى ناس يمسح فيك الموس ولا مثلا يتيري لابال، يتيري لابال، فاهم؟ ما يخليش البالو عنده، دائما يتيري لك لابال اللي كنت هيا باش من بعد يبروفوكيك ويقول لك يقول لك انت هو سبب المشاكل. ماشي سهلة، والله ما سهلة. هذا هو وهذه هي. باش غير نعطيك غير فكره برك تاع محال تفهم بلد اللي مازالو كومونيست ولا شيوعي و ميم طون يدعي الاسلام و ميم طون كذلك يبرئ نفسه زعما من كل الممارسات اللي راه يدير فيها ويمسح ديما الموس في ناس اللي راهي بعيده كل البعد على الممارسات السياسيه والممارسات كيما نقولوا القمعيه هذو وكل شيء. ومن بعد يدخلها لك ايادي خارجيه اعناء الوطن وطاطاطي، ومن بعد يولي يصنف فيك مع هذوك الزبنطوط والاستبليه الثاني اللي راهم هنايا. ويلا يعني زعما كل انسان كيما قلت لك من الديبي، كل واحد حر، كل واحد يكون مسؤول على واش راه يهضر، كل واحد يعطي لك نورمالمون، كل واحد يعطي ليكسبيريونس تاعو يبارطاجيها باش تشوف وباش تتعلم من الناس. بصح كي تبقى كيما هاكا انت كل استيبل مقابل لي ناس وانت عندك واش حاب تحكي ولا عندك واش تحكي وما تحكيش، سيكو انت راك مشارك في الجريمه. نعم، التستر عن الجريمه جريمه حد ذاتها. لازم نتعلموا هذه الثقافه تاع الدينونسي. اهدر يا خويا، اهدر، صارت لك اون اكسبيريونس ولا صارت لك عفسه في البلاد ولا هنا في اوروبا تخص الوطن وتخص الشعب اللي ممكن راه رايح يفيتيها من القدام، تفضل. انا غدو مثلا كل واحد يقول لي باغي نروح حارة جمهوري، نقول له خطيك. علاش؟ راك راح تدخل في الحرام، باسكو تولي من بعد انت هي تسكورتي الخماج، فاهم؟ يولي وليد الوزير يضرب المشمخه وانت تقعد تما تستنى فيه كي يكمل يضرب المشمخه، يركبوها في اللوطو في المرسيدس تاع الحكومه كلش خالص، وانت تسكورتيها باش تلحقها اللوطال. ماذا تستفيد؟ تقول لي شهريه، بصح انت راك تسكورتي في الحرام وفي الفسق، تمام سي سا. بصح لو كان حتى واحد ما يحكي، حتى واحد ما يعرف، تبقى كيما هكا مغمد. هذا هو كل خلاصه زعما تاع الهضره هذه. معادلة بدون حل في البلاد كما يقول، هي حتى تقوم القيامة.
رايحين نكون كيما هكا حتى تقوم الغيام ابدا. ومو حاجه بارك راح تقنعني ولا تقول لي رانا رايحين نحو الجزائر الجديده ولا رانا رايحين نحو الديمقراطيه ولا مو حال. السلام عليكم. تهلا في الوقت وخليكم تستمتعوا دابا شويه مع تورنسول. شوف شوف كيفاش دير. شوف من نديرو زرع ومن ندير لك تورنسول. علاش مش باش يلحق الصيف رانا في جويي ما تلقاش روحك في الكآبه ليك 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 راك فاهم. شوف كيما هاكا يجو التوريست هنايا وكلشي. شوف شوف كيفاش احنا غرتها كاع زرعها ولا المايس. شوف راه بدا ينوض ليك غرتها كيما قلت لك كاع زرع قمح وكلشي يلحق الصيف يحصد وتلقى الحاله مزبله ليك. لا المايس تلقى الحاله كاع صفرا كيما هاكا. شوف هنا ايكيليبر الامور. شوفوا باش يخلو دائما يحافظوا على هذيك هذاك الاخضرار ولا جايبني. شوف ايوي شي سهله والله باش تكون بنادم والله ما يسهله.